لتصفية عطر المحبة. صار الوقت من بعد ما جهزنا الأعشاب ونقعناها لعدة أيام نصفيها بالشكل التالي لنستخدم كل المواد اللي فيها. عطر المحبة موجود على MJ عالم الترو. هيدا هو العطر يلي طلع معانا لجلب الحب المحبة ومحبة الآخرين. العطر ريحته رائعة. بليز تابعوه على MJ عالم الترو يوتيوب. أنا ميا جندي. بإمكانك استعمال العطر لجلب الحب، جلب المحبة، محبة الآخرين. بإمكانك دهنه قبل الخروج من البيت أو من المنزل. بإمكانك أيضا إهداءه للحبيب أو للعائلة. بإمكانك دهن أو رشه داخل المنزل. خلينا نتذكر إنه البيس هو عطري وفريجرنسي، ما في زيوت إلا الزيوت اللي خرجت فقط من الزهور. وبهالشكل هيدا ممكن يضل أيضا بجزدانك أو معاك إلى أن يحين وقت الاستعمال ورشه على الجسد أو بعد الاستحمام أو استعماله أيضا بالغسول الروحاني. وبإمكانك حفظه واستعماله حسب الحاجة. إذا حبيتي تحمليه بجزدانك بالشكل هيدا فضل تحطي عليه الاسم، تاريخ الصنع. وإذا حبيتي تستعمليه بضل بهالشكل. إذا حبيتي بس تحفظيه بإمكانك تختميه بالشمع. للهدايا أو الاستعمال الخاص تقدري تحطيه بالشكل هيدا على مناطق النبض، خلف الأذن، على الرقبة. باعتبار أنه كل المواد من الزهور والأعشاب فما راح يكون في أي مشكلة. بعض الأعشاب الموجودة هون هي اللافندر، وأيضا اللافندر يعني الخزامة، وأيضا زهرة الهبسكس أو الكركدي، وفلوريدا وورر والورد. So please تابعوا الحلقة على MJ عالم الترو في اليوتيوب وفولو مي. Thank you. Bye.